هي مدينة الماء والهواء والجمال، وهي العاصمة بالنسبة لمنطقة عسير. في السنوات الماضية نشطت فيها الحركة العمرانية والعلمية، مما ساعد على التوسع العمراني وازدياد نسبة السكان. في مبنى الإمارة تنجز المعاملات في يسر وسهولة بين القائمين على العمل وبين المواطنين. ومن هذا المكان تنطلق الخطط والمشروعات التي تنفذ لتطوير منطقة عسير لتساير التقدم السريع الذي يشمل المملكة. ومنطقة عسير تضم ما يقرب من 170 مدرسة، ما بين ابتدائية ومتوسطة وثانوية للبنين والبنات، إلى جانب معاهد المعلمين. مستشفى أبها العام هو مركز صحي تتوفر فيه أحدث الأجهزة والإمكانات لاستقبال المواطنين الراغبين في العلاج. عيادة خارجية إلى جانب الأقسام المتعددة التي يتكون منها المستشفى. وقسم الجراحة في المستشفى أعد على أحدث طراز لتجرى فيه كافة العمليات الجراحية بدرجاتها المتعددة. يضم المستشفى 150 سريرا موزعة على أقسامه. وحركة العمران والإنشاءات لم تتوقف أبدا، فكل المشروعات والخطط الموضوعة تأخذ طريقها إلى التنفيذ السريع. أبرز ما نلاحظه في أبها أنها تجمع بين القديم والحديث، أنها تحافظ على ماضيها بأصالته وتساير التطور والتقدم الذي تعيش فيه البلاد. مدينة فندقا حديثا هو فندق عسير الذي يقف إلى جانب فنادق الدرجة الأولى.